الحياة بنعيشها كلنا مع بعض، أب وأم وأخوات، أصحاب، جيران، والكل واحد فينا له دور في حياته وحياة الآخرين. يا ترى ممكن الأولاد يساعدوا باباهم ومامتهم، ولا ده دور الأب والأم مع أولادهم؟ أنا بابا وماما صم وبك، تعلمنا الكلام إزاي. كانت جدتي على طول بتساعدنا لحد وقت ما، وبعد كده توفت. إزاي كنا بنتعامل أو شكل حياتنا كانت عاملة إزاي؟ كانت بسيطة جدا، حتى أبسط من أي حد يعني. كانت كل حاجة فيها سلسة، مفيش أي حاجة صعبة. لما كنا بنتعب كان مين بيساعدنا أكتر يعني؟ كانت جدتي معانا. رد فعل الناس لما كانت بتعرف اللي بابا وماما صم وبك، كان في بقى اللي بيتعاملني بأسلوب اللي هو يا حرام بقى والجو ده، بس هو كانت دي كانت حاجة بتضايقني جدا. الحاجات الصعبة اللي كنت بقابلها عامة، اللي مثلا حد يطلب مني مثلا أكون في درس أو حاجة، وحد يطلب مني اللي هو أنا عايز رقم باباكي دلوقتي، أو عايز أكلم حد من البيت دلوقتي، دي كانت حاجة صعبة عليا شوية. اللي أنا أفضل أقول اللي بابا وماما صم وبكم كتير، أنا مش بحب أقول الموضوع ده عشان بابا وماما عاديين يعني، مش حاسة اللي هي تبقى حاجة يعني تستاهل اللي أنا أقول عنها يعني. بعد ما كبرنا شوية تعلمنا لغة الإشارة، كان على طول بابا وماما هما اللي بيساعدونا، ما تعلمناش من أي حد بره. بدأت كل حاجة يعني بشويش كده، لحد دلوقتي ما بقينا يعني على طول نتفاهم بالإشارة. حد وقع منه أي حاجة التاني بيسنده على طول. دلوقتي أنا مثلا بتأخر بره، وعايزة مثلا أوصل لبابا أو أوصل لماما أقول لهم إن أنا هتأخر لأنهم بيقلقوا عليا جامد، عايزة أوصل لهم يعني ضروري. بنتكلم عامة يعني بيننا وبين بعض بالفيديو كل في الموبايل. فدلوقتي أنا عملت جهاز بسيط يعني باختصار، يعني هو بيحول بس الطاقة اللي طالعة من الموبايل لطاقة كهربائية. يعني إيه؟ يعني مثلا أول ما الموبايل يرن اللمبة تنور، يعني في لمبة كده محطوطة في الجهاز بتنور. فده بسط لي الدنيا اكتر يعني، اللي هو نعرف اوصل لبابا او لماما، لانهم اغلب الوقت بيسيبوا الموبايل وبيكونوا في اماكن تانية يعني، بيكونوا بعيد عن الموبايل بس. فاللي هو فكره الموبايل يفضل في ايديهم 24 ساعه دي كانت حاجه صعبه شويه، فكان الاسهل لي ان انا اعمل حاجه زي كده. من هنا بقى جت فكره اللي هو طب انا ليه مثلا يعني، مثلا اي حد اب وام صم وبك بيبقى عندهم مشاكل، طبعا يعني هم صغيرين بيبقى عندهم مشكله اللي هو انا مش سامع ابني، او ابني بيعيط وانا مش سامعه. فاللي هو احنا ليه ما نعملش جهاز تاني مثلا يحول الطاقه الصوتيه يعني الكلام اللي انا بقوله مثلا، يعني اول ما الجهاز يلقط صوت يعني اللمبه تنور. فده هيبسط لهم كتير قوي يعني، مثلا لو ام عندها بيبي بيعيط او يعني او حاجه شبه كده يعني، او حد بينادي عليها وهي بعيد، تقدر اللي هو اللمبه تنور فتعرف اللي في حد بينادي او في حاجه يعني، في حاجه معينه. لان في ناس كتير قوي صم وبكم بس مش عندهم اولاد يساعدوهم، فدي اللي شجعتني شويه يعني، اللي هو انا هعمل لهم حاجه، انا هقدر اساعدهم بحاجه. لان اغلب الوقت بيبقى عندهم عجز يعني، مش على طول الدنيا سلسه معاهم يعني. اول ما الفكره جات لي يعني رحت لبابا على طول وفكرت معاه وعملناها فعلا، وبدانا ننفذ الفكره دي. وفعلا بدات يعني جات منها فكره اللي هو طب انا ليه ما اعملش لناس صم وبكم اللي هم لو مثلا اي صوت جنبهم يعني يلتفتوا ليه او ينتبهوا ليه يعني، عشان نساعد الناس اللي هم اللي مش عندهم حد يساعدهم او ما عندهمش اولاد ينبهوهم يعني. لكل بيت لغه بيتعامل بيها أفراد الأسرة مع بعض، حتى لغة الإشارة رغم إن ليها قواعد وأصول بيتعامل بيها الصم مع بعض ومع غيرهم، إلا إن اللغة بين الأب والأم الصم مع أولادهم ممكن تكسر قواعد لغة الإشارة، فبيكون ليهم إشارات خاصة لكن بيفهموا وبيسندوا بعض. الصعوبات اللي كانت بتواجه بابا وماما وإحنا صغيرين، لما كنا بنتعب وعلى طول بيجروا بينا للدكتور، وتيتا اللي كانت بتساعده على طول اللي هم يدونا الأدوية الصح والأكل الصح ويحافظوا علينا. مين اللي بيساعده لما يجي يقدم لنا في المدرسة؟ كان ليه أصحاب على طول بيساعدوه، وكان بيودينا مدارس خاصة. تمام. لما كنا بنتعب واحنا صغيرين كان مين اللي بيساعده؟
كانت على طول على طول تيتا هي اللي بتساعده في كل ده، كانت بتساعده من كل حاجة. ازاي احنا كنا بنساعد بابا وماما واحنا صغيرين؟ كنا على طول بنوصله الكلام، هو ما كانش فاهم اللي قدامه كويس، فكنا احنا اللي بنساعده في ده. ايه الحاجات اللي بابا بيحب يعملها ووقت فراغه عامة؟ هو بيحب يعمل كنايس في وقت فراغه، كان على طول الناس بتقول هي صعبة وبلاش تعملها، بس هو لا، هو حب ده جدا وكان عايز يعمل ده، وكان شايف اللي هو شكل الكنيسة من بره ده دي حاجة سهلة وهو يقدر يعمل اللي جوه كمان، ودي كانت مفاجأة بالنسبة للناس. الحاجات اللي بابا كان بيشجعني عليها واحنا صغيرين انا واخويا، هو انا بعد ما خلصت ستة ابتدائي وبدأت أدخل على أولى إعدادي، بابا بدأ يشجعني اللي هو لأ إحنا هنعمل جهاز ويعني هنبقى أحسن من كده كمان، يعني في فكرة اللي إحنا نخترع حاجات أو نشتغل حاجات عشان الناس تعرف اللي أنا عندي أب وأم، أب وأم وصم وبكم، وتبقى مفاجأة بالنسبة له. هو كان مبسوط جدا اللي أنا باخد شهادات تقدير ومستقبلي بدأ يبقى حلو. تمام. هو نفسه في إيه؟ هو تمام ماشي. الحاجة اللي شافها وفرح بيها قوي لما بدأت أخد شهادات تقدير وهو شايف اللي أنا يجي مني أحسن وأحسن كمان، قدرت إزاي اللي أنا أساعدهم أو أحللهم فكرة اللي أنا عايزة أكلمهم في وقت فياخدوا بالهم من الموبايل فيه. بدأ يديلي الفكرة وبدأ نشتغل مع بعض ورحت فعلا وريتها للمسا عندي في المدرسة وقالت لي لا دي فكرة حلوة وهتبقى حلوة وهتتنفذ، وهي أول حاجة اتنفذت عندنا في البيت. تمام. هي كانت أول مرة يعملوها أو أول مرة تتعمل، وكانت فكرة حلوة قوي وكلهم استغربوا. يعني فكرة الجهاز عامة، يعني ناس كتير قوي بيبقى معاهم الموبايلات كتير فبتسبب لهم أذى يعني، فقال لي ما نعملهاش في بيت صغير يبقى شكله حلو، يعني ياخد اللي هي الطاقة اللي طالعة من الموبايل يحولها لطاقة كهربائية، اللي هو ازاي الموبايل يرن فلمبة تنور، لمبة تلفت انتباههم فيبدأوا يعرفوا اللي في حد بيرن عليهم أو في حد بيكلمهم. بعد ما عمل الجهاز ايه اللي بعده؟ ايه اللي بابا حب يعمله بعده؟ جات له فكرة اللي هو خلاص تمام. عندنا عامة لما النور يقطع عندنا دي بتبقى مشكلة صعبة قوي، يعني اللي هو احنا عندنا الجرس نور مش صوت، فلما يجي النور يقطع دي مشكلة، يعني بابا وماما جوه واحنا بره مش بنعرف نوصل لهم خالص. فاللي هو جت من هنا الفكرة اللي هو احنا ليه ما نعملش حاجة تاخد الصوت وتحوله لنور، ازاي تاخد اهتزازات الصوت وتحولها لنور، يعني مثلا حد بيخبط عليا من بره اسمعه، مش اسمعه بس اشوف النور، اعرف اللي في حد بينادي عليا، في حد عايزني.
جات له الفكرة من ايه تاني اللي هو يعمل فكرة اللي هو الصوت، ياخد اهتزازات الصوت ويخليها تحول لنور. لو ام مثلا عندها بيبي مش سامعاه او مش عارفة توصل له، ممكن ده الجهاز ده يسهل لها شوية اللي هي تعرف توصل له يعني، او اللي هي تعرف اللي ابنها بيعيط. احنا شفنا قبل كده ازاي بنحط الصوت جنب الصوت يطلع كلمة، النهاردة هناخد كلمة جنب كلمة تديني جملة وهكذا. بنلاحظ ان احنا في كل حاجة جديدة بناخدها بنلاقيه مرتبط ومعتمد على اللي خدناه قبل كده في القديم. يعني احنا شغلنا برضو دلوقتي برضو من المجموعات الضمنية اللي خدناها في الاول. يعني انا لو خدت صورة زي دي، ودي صورة خدناها قبل كده في المجموعات الضمنية الخاصة بالمهن، قولي كده يا بدر، دي ايه؟ صورة ايه؟ مشاهد. استاذ. مشاهد. مدرس. مدرس. المدرس ده بنشوفه فين يا بدر؟ مشاهد. اشوفه فين؟ بتقابله فين؟ مدرسة. 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 برافو عليك. استاذ في مدرسة بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ استاذ في مدرسة يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعلم، يشرح. يعمل ايه استاذ؟ يعلم، يشرح. يشرح ايه؟ يشرح درس. يشرح ايه؟ درس. يبقى ده ايه؟ معلم. معلم. بص كده معايا يا بدر، المعلم. معلم. معلم. برافو عليك. اهو المعلم. قولي كده الحروف ايه دي؟ ها؟ با. ميم. بيم. ما. با. ما. با. ها؟ لا. ما. المعلم. المعلم. معلم. معلم. يعمل ايه؟ ده. يشرح. يشرح. يلا قول معايا. يا. ها؟ شا. لا. ح. ح. يشرح. يشرح. يشرح ايه؟ لا. ده. شاطر. الدرس. درس. قول بقى معايا شاور. المعلم. معلم. معلم. يشرح. يشرح. يشرح ايه؟ يشرح. الدرس. فين يشرح شاور؟ شاطر. فين المعلم؟ فين الدرس؟ شاطر. انا هلخبطها دلوقتي يا بدر، لخبطتها خالص 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 خالص، لخبطتها. يلا رتبها لي. المعلم حطها في الاول، فين المعلم؟ شاطر. وبعدين يشرح. شاطر. الدرس. الدرس. شاطر. قول معايا بقى. المعلم. ها؟ أمشي. يشرح. يشرح. ها؟ داي. الدرس. أمشي. برافو. فين بقى المعلم شاور عليه؟ فين المعلم؟ الصورة، الصورة فين؟ أهي المعلم. برافو عليك، بحييك، شاطر. ناخد مثال كمان. صورة إيه دي؟ برسم. يرسم. برافو عليك، ده اسمه رسام. 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 برافو. والرسام دي خدناها برضو في المهن. ادي صورة الرسام. يلا قول معايا يا بدر. ها. رسام. س. س. ما. يبقى ال. ال. رس.
رسام. شيف. الرسام. شيف. الرسام بيعمل ايه؟ الرسام يعمل ايه؟ يرسم. يلا. يا. ت. يا. ت. تا ولا يا؟ ت. يا. ت. يا. ت. لا. يا. 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 شاطر. را. را. شا. بان. ما. يرسم. 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 شاطر. يرسم ايه؟ يرسم ايه؟ ها. را. 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 تمام. تا. تا مربوطة. يبقى سو را. را. سو را. سو را. برافو عليك. قول بقى معايا. الرسام. يرسم. 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 يرسم ايه؟ صورة. 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 انا هلخبطها. يلا. فين الرسام؟ شاطر. يرسم. يرسم ايه؟ صورة. برافو عليك. بحييك يا بدر. وكده نبقى خدنا جملة مكونة من ثلاث كلمات. الرسام يرسم صورة. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أنا بكمل معاكم سلسلة جميلة قوي. والحدوتة دي لو نعيشها، لو نحسها، لو نفكر فيها لدقيقة، أكيد حياتنا هتتغير. شوف، ربنا بعت حاجات كتيرة وحلوة قوي. لمين؟ من أول الكتاب المقدس. بس كان كل الناس بتصبر. من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. بعد شوية اتقابل مع إخواته، بس المرة دي راح قال بقى للخدمين، دخلوهم جوه، قعدوهم، أكلوهم، أبسطوهم. بس في حاجة واحدة هتعملوها. إيه؟ وهم مروحين الحداشر، حطوا الكاس بتاعي أنا بشرب بيه مع أخوهم الصغير. أخوهم الصغير اللي هو أبوه بيحبه. شوف الفكر، فكر جميل. هو عايز يجيب أبوهم، بس عمال يفكر إزاي والمقابلة هتبقى إزاي. عمال أنت لما هتقابل مع المسيح هيغير حياتك. شفنا يوسف ربنا غير حياته. بعد شوية مشوا، راحوا مين بقى؟ الجيش والخدمين جاري وراهم. تعالوا. إيه؟ راحوا قدام يوسف، قعدوا يكلموا، قال في حاجة ضاعت، حد سرق. إيه؟ سرق الكاس بتاعي اللي بشرب فيه. حاضر. طب اللي هندور وحنلاقيه هو ده اللي هيسجن. دور في واحد، اتنين، تلاتة، أربعة من إخوات مين؟ يوسف. 11 هو ده المهم، هو ده اللي هيعمل معايا كل اللي أنا عايزه. أنا عايز أشوف أبويا، عايز أنبسط مع أبويا، سنين كتيرة ما شفتوش. أنت اترمي في حضن أبوك السماوي. أنت شفت مرة ربنا يسوع وهو على الصليب مش فاتح إيده؟ شفته قافل إيده؟ اترمي وانبسط وقول له أنا ندمان، أنا غلطان، أنا عاوزك، أنت المسؤول عن حياتي. ومفاجأة، قعدوا لقوا الكاس عند مين؟ أخوه الصغير. هو ده اللي هيسجن. قعدوا زعلانين ويعيطوا، ويا احنا ده ابونا هيعمل ويسوي حرام، ده ابونا ده زمان مات. مات ايه؟ انت بتكلم حد حنين حاسس بيكو، عارفكو، حافظكو جوه قلبه. ايوه. راح بقى قعد، رقع صوت جامد كده وخدهم كلهم في حضنه، قال انا يوسف اخوكو، عايز منكم طلب، تروحوا تجيبوا أبوكم وتقولوا له إن أنا عايش ومبسوط، وتحكوا له على اللي ربنا عمله معايا من خلال
تعليمك يا أبويا، أنت علمتني كويس، ربيتني كويس، أنت وأنت لازم تربي ولادك كويس، بناتك كويس، تاخد بالك منهم، تعيشهم مع ربنا، أوعى يحودوا كده ما تعدلهمش، خد بالك ارميهم في حضن الكنيسة زي ما العيلة كلها اتقابلت مع بعض وانبسطوا، والملك عمل حفلة كبيرة واداله أرض واداله زرع وعمل له بيت كبير، جاب كل الناس عاشوا مع بعض، مفيش أحلى من المحبة. أشوفكم في حاجة جديدة من الكتاب المقدس في برنامج إنسان. اهلا بحضراتكم جميعا، منورين. النهارده الموضوع بتاعنا خاص بالاسره، ازاي اعرف اكون اسره صحيه حلوه؟ ازاي؟ انا هقول لك. اول حاجه لازم نبقى عارفين الاسره بتتكون من ايه. الاسره بتتكون من بابا وماما والاولاد، صح؟ في أهم، الأسرة بتتكون من الأب والأم والأولاد وربنا. لازم يبقوا عارفين إن ربنا موجود معانا في البيت بتاعنا وفي الأسرة بتاعتنا وبيباركها. أي حاجة إحنا بنعملها يبقى واخدين بالنا إن ربنا موجود معانا في أسرتنا، صح؟ في مقولة مشهورة قوي على الفيس منتشرة بتقول ايه؟ بتقول شرح يعني ايه family بالانجليزي. بالانجليزي يعني family. شرحها ايه؟ اول حرف الاف، الاف اللي هو بداية اسم الاب father، والام بداية الاسم بتاع الام mother. طيب I أنا، love L يعني love، والY يعني you، يعني معناها بابا وماما مع بعض ويحبوا بعض بيعملوا أسرة سعيدة. شرح جميل قوي وعجبني قوي، بس لازم نبقى عارفين كل فرد في الأسرة ده مسؤول عن حاجة لازم يعملها. يعني مثلا الأب دوره إيه ومسؤول إيه في الأسرة؟ الأب هو كاهن البيت. يعني إيه كاهن البيت؟ يعني هو المسؤول عن كل الأشخاص اللي موجودين في الأسرة، الأم والأولاد وهو وكل اللي موجودين. طيب يعمل ايه يعني؟ يعني هو مسؤول عن ايه ولا يعمل ايه؟ مش كفاية بيشتغل على طول وتعبان، كمان مسؤول عن الام وعن الولاد كتير قوي وتعب قوي. بس هو ربنا عمل كده، هو قال هو كاهن البيت، هو المسؤول الاول. لازم اول حد يخلي باله منه هي الام. يعني لما بيحب قوي ولاده لازم يكون بيحب قوي مراته الأول، يبقى يخلي باله من مراته جدا ويشوف هي احتياجاتها ايه وعايزة ايه من غير ما تقول. لازم تقول لأ، هو يخلي باله وكمان يبقى هادي معاها. يعني مش مثلا جاي من الشغل يزعق أنا تعبان، يعني يخليه هادي، يدخل كده ويقعد وياخو ويشرب قهوة ويسكت، يعني يهدى الأول، لكن يقعد يزعق ويعمل توتر في البيت ما ينفعش. كمان لازم يعود نفسه إنه يجيب هدية لمراته، أي حاجة أي حاجة. يعني مثلا كل الأمهات بتحب الشوكولاتة وهو جاي يجيب لها شوكولاتة، حاجة حلوة زي الأطفال عادي هيفرح، صح؟ يتعود إن لازم يكون في يوم في الأسبوع هما الاتنين بيخرجوا مع بعض لوحديهم،
من غير العيال هينبسطوا مع بعض ويفرحوا. كمان لازم يخلي باله من ولاده، مش هيقول انا بشتغل وتعبان هي الام هي المسؤوله، لا، لازم كمان الاب هو يكون مسؤول عن ولاده في البيت. طب مسؤول ايه؟ مسؤول عن حياتهم بس؟ لا، اول حاجه يبقى مسؤول عن نفسه. ليه؟ علشان الولاد بتقلده، اي حاجه هو بيعملها ولاده بيعملوها زيه بالظبط، فلازم يخلي باله من تصرفاته هو بيعمل ايه علشان ولاده ما يقلدهوش في حاجه مش كويسه. كمان يخلي باله من حياتهم الروحيه، يعني مثلا يوم الاجازه ياخدهم كلهم الام والولاد وهو ويروحوا الكنيسه ويصلوا ويتعودوا ان لازم يكون في يوم لربنا كلهم بيصلوا مع بعض. ممكن بعد كده يخرجوا ويتفسحوا مع بعض برضه، صح؟ ليه؟ علشان هو كاهن البيت وهو المسؤول ان هو يوصل مع اسرته للسما. طيب الام مسؤولة عن ايه ودورها ايه؟ الام مثلا بالنسبة لجوزها، هي ام، يعني ام الاولاد بس؟ لا، هي ام كمان لجوزها واخت لجوزها وصاحبة لجوزها، هي تبقى كل حاجة، هي تفهمه بسرعة، هي تبقى عارفة امتى تريحه، امتى هو تعبان، تختار الوقت المناسب. مثلا عايزة اي حاجة لازم تشوف الاول الوقت المناسب اللي تقدر تتكلم معاه فيه، يعني مينفعش هو جاي وتعبان وعرقان وحران وتقول له انا عاوز والعيال عملوا، وتشتكي وتقول مينفعش. لازم تخلي بالها، تستناه لما يهدى وياكل ويخلص، ينام شوية وبعدين يصحى وبعدين تتكلم معي، خلاص؟ طيب كمان لازم تطيعه، بمعنى لو هي عايزة مثلا تخرج مع أصحابها هو مش موافق، هي بالعافية تخرج، بالعافية هخرج، أنا حرة، أنا بدماغي، لا ما ينفعش. طب هو مش موافق أنا هعمل إيه؟ لا، انت تحاولي معاه وتتكلمي معاه مره ومره ومره وكتير لحد ما في الاخر هو يوافق، وتشوفي هو مش موافق ليه مش موافق. مثلا هو خايف انت تتاخري، تقولي له انا هاجي مثلا يعني اخر الساعه 7 خلاص، وبعدين جرب وشوف، وتبتدي مثلا تحل اي حاجه هو بيقولها، ومره مع مره هو هيوافق. لكن تعمل بالعافية وتقول أنا بدماغي وأنا حرة ومش هو مش مهم، مينفعش. لازم تعمل اللي هي عايزاه بس بالتفاهم، هما الاتنين يتفاهموا مع بعض، ولازم هو يوافق. لكن لو هو مش موافق خلاص، هما الاتنين بقى الأب والأم هما الاتنين لازم يخلي بالهم من تصرفاتهم قدام الولاد، ويكونوا هما الاثنين كلمة واحدة ورأي واحد. يعني ما ينفعش الأم مثلا تقول للولد ما تعملش ده، والأب يقول له سيبيه، هو مثلا عاوز ينزل الشارع يلعب، الأب يقول لها عادي خليه ينزل، والأم تقول لا مش ممكن يلعب في الشارع خطر، مش هينفع، ما ينفعش. لازم هما الاثنين يبقى رأي واحد، يا ينزل يا ما ينزلش. طبعا الأحسن انه ما ينزلش، ممكن يلعب في النادي لكن في الشارع خطر. أي حاجة بتخص الولاد يتكلموا مع بعض فيهم لوحديهم، مش قدام الولاد ابدا، ولا يتناقشوا قدامهم ويكون في تعارض في الكلام مع بعض، ما ينفعش. لازم يكونوا كلمه واحده.
كلمة واحدة ورأي واحد، ويخلي بالهم من تصرفاتهم علشان الولاد بتقلدهم. الولاد بتقلدهم، هما بيعملوا ايه وهم بيعملوا زيهم بالظبط. اخر حاجة هقولها ان لازم كلهم يحبوا بعض، لان اساس الاسرة هي المحبة. دمتم محبين وغاليين. محبة، تعاون، مساندة، دي أمور مهمة في حياتنا لأنها بتخلينا نحس إننا عايشين في مجتمع إنساني سليم. بنكون مرتاحين لما بنشوف نتيجة إيجابية مع اللي بنساعدهم، وده بيكون سبب فرحة للي بيساعد واللي بنقدم له المساعدة. المهم نفكر إزاي نساعد بعض. يسعدنا استقبال اقتراحاتكم وأسئلتكم من خلال قسم العلاقات العامة بقناة سي تي في على الأرقام التالية 01-22-56-44-999 أو على 02-66-33-357 أو على الإيميل الخاص بالبرنامج insan@ctvchannel.tv insan@ctvchannel.tv أنا ليا كيان، أنا عندي طموح جوا فنان لكن مجروح.